رئيس الجمهورية يتسلم رسالة من رئيس السلطة الانتقالية بمالي ويستقبل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو. بلادنا تخلد في نواكشوط اليوم الوطني للصناعة تحت شعار معا من أجل تسريع النهوض وتعزيز صناعاتنا. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تطلق المراجعة الاستثنائية للائحة الانتخابية الممهدة لرئاسيات 2024. أهلا بكم مشاهدينا الكرام لتواصل رابعة، حيث تسلم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ لازواني رئيس الدوري للاتحاد الإفريقي رسالة خطية من صاحب الفخامة أسيمي غويتا رئيس السلطة الانتقالية رئيس الدولة بجمهورية مالي الشقيقة. جاء ذلك خلال الاستقبال الذي خص به رئيس الجمهورية أمس بالقصر الرئاسي في نواكشوط وفد وزاري من جمهورية مالي، ضم كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبد الله جوبا ووزير الدفاع العقيد سوديو كامارا. جرى اللقاء جرى الاستقبال بحضور الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية المختار للجاية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني للخارج محمد سالم المرزوق ووزير الدفاع الوطني حنان أورسيدي وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية الفريق البحري سلكو والشيخ الولي والسفير مالي لدى بلادنا محمد جابسي. وعقب المقابلة أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي أن رسالة تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين ومواصلة لسنة التشاور المستمر بين الرئيسين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وطنيا وإقليميا، خاصة في ظل تولي صاحب الفخامة محمد الشيخ لازواني رئاسة الاتحاد الإفريقي. ونوه الوزير المالي بالتزام موريتانيا الدائم بالعمل على احترام الخيارات الاستراتيجية لمالي والحفاظ على استقرارها ووحدتها الترابية، مؤكدا تعويل جمهورية مالي على دعم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ لازواني لها من أجل السلام والاستهارة. وعبر الوزير باسم الرئيس المالي عن شكره للسلطات الموريتانية على احتضانها للجالية المالية. كما استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ لازواني أمس بالقصر الرئاسي في نواكشوط شو دونيو المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو. تناول اللقاء سبل تعزيز وتطوير علاقة التعاون متعدد الأطراف بين بلادنا وهذه المنظمة الأممية المهمة. حضر اللقاء الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية المختار للجاي ووزير زراعة مامو البيبات وهارون تراوري مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. وعقب اللقاء أدلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بتصريح عبر من خلاله عن اعتزازه بتقدير فخامة رئيس الجمهورية لما تقوم به المنظمة من أنشطة وبرامج في بلادنا. وأكد المسؤول الأممي عزم منظمة الفاو مواصلة وتكثيف تعاونها مع بلادنا في مختلف المجالات ضمن نطاق اختصاصها. التقى معالي الوزير الأول السيد محمد البلال مسعود أمس بمكتبه بالوزارة الأولى المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو شو دونيو
تناول اللقاء مختلفة مجالات التعاون بين بلادنا وهذه المنظمة الأممية وسبل تعزيزه وتطويره. شرى اللقاء بحضور وزير الزراعة مامو البيبات حماه الله ومديرة ديوان الوزير الأول عيش فالفرجس ومستشار الوزير الأول المكلف بالزراعة والتنمية الحيوانية أحمد الحاج وممثل منظمة الفاو في بلادنا ألكسندر هاين. خلدت بلادنا أمس بقصر المؤتمرات في نواكشوط اليوم الوطني للصناعة تحت شعار معا من أجل تسريع النهوض وتعزيز صناعتنا، ويعتبر تخليد هذا اليوم فرصة لتدارس المشكلات المطروحة للغطاء الصناعي والبحث عن حلول مناسبة لها. بحضور العديد من الفاعلين في المجال الصناعي وبإشراف من الوزير الأول، يخلد قطاع التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة اليوم الوطني للصناعة، حفل انطلاقة تخليد هذا اليوم الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة كان فرصة تحدث فيها القطاع الوصي عن أهمية تخليد هذا اليوم. إن النشاط الذي نشرف اليوم على انطلاقه هو مبادرة من قطاع التجارة والصناعة التقليدية والسياحة تهدف إلى التعريف بالنشاط الصناعي الوطني، وذلك من خلال إرساء موعد سنوي دائم يجتمع فيه كل الفاعلين الاقتصاديين المهتمين بالقطاع الصناعي، وذلك من أجل تدارس وضعية النشاط الصناعي في البلد والبحث عن حلول للمشاكل التي تعيق نهوضه وتقدمه. رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين تحدث عن جهود الاتحاد الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي في البلد. استطاع القطاع الخاص بفضل الدعم المتواصل من السلطات العمومية إقامة مئات الوحدات الصناعية التحويلية شملت مجالات الصناعة الغذائية والزراعية التي تضم أكثر من 286 وحدة، والصيد بأكثر من 179 وحدة، وصناعة الأثاث ب 97 وحدة، والمشتقات الكيميائية بعشرين وحدة، والصناعات الميكانيكية والفولاذية بعشر وحدات، وقطاع البناء بعشر وحدات، وصناعات التعليب بواحد وخمسين وحدة، إضافة إلى مجالات الطاقة والتعدين التي تضم مئات الشركات. من جانبه تطرق رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية لاستعداد هيئته للقيام بكل ما يلزم للنهوض بالقطاع الصناعي في موريتانيا. إن غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية المكلفة إجمالاً بتمثيل المصالح الاقتصادية للقطاع الخاص لدى السلطات العمومية تعمل على تسخير كل ما من شأنه أن يعزز هذا القطاع ويشجع لديه روح المبادرة وريادة الأعمال ويرفع من قدرته التنافسية ليكون مؤهلاً لمواجهة تحديات العولمة والإسهام بفاعلية في الجهود التنموية للبلاد. وقد تجول الحضور الرسمي داخل الأجنحة المقامة بهذه المناسبة والتي حرص فيها الفاعلون في القطاع الصناعي على إبراز نماذج من مختلف المنتجات الصناعية المحلية. احتضن مقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات صباح أمس انطلاق المراجعة الاستثنائية للائحة الانتخابية الممهدة لرئاسيات 2024، وستسمح هذه المراجعة بتسجيل الناخبين الجدد وتحين اللائحة الانتخابية استعدادا للاستحقاقات الرئاسية القادمة. تمهيدا لرئاسيات 2024، نظمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هذا الحفل المؤذن للمراجعة الاستثنائية للائحة الانتخابية. ممثل الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والتنظيمات الصحفية تنادوا إلى فعاليات هذه التظاهرة التي ترمي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلالها إلى تهيئة الأرضية المناسبة من أجل إعطاء الناخبين حقهم في التصويت لهذا المرشح أو ذاك وبطرق تقنية وشفافة ونزيهة. رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ألقى كلمة بين فيها أن تنظيم هذه المراجعة الاستثنائية للائحة الانتخابية يأتي في إطار حرص اللجنة على تنظيم انتخابات رئاسية شفافة وحرة ونزيهة.
استدعيناكم اليوم لمشاطرتنا في فعاليات إطلاق عملية مراجعة استثنائية للائحة الانتخابية. وقد يقول البعض: لماذا مراجعة استثنائية للائحة الانتخابية؟ اللي له سنة خلق إحصاء شامل للناخبين، مدحات اللوائح كامل القديمة وعدلت لائحة جديدة على أساس ذاك الإحصاء، وانتج عن ذاك مليون وقريب منه من 100,000 ناخب وسجلوا. وقد يقول البعض: هذا ما هو كافي من الناخبين ليفصل بين المترشحين اللي مقبلين. إذا قدعوت كافي يا غاي، لا تبقى حقوق الناس اللي كانت فيك النوبة ما هي بالغة، ولا هي تعذرك بالغة في تاريخ الانتخاب الجديد. عندها الحق توفر لها الظروف إياك أنها تصوت، ولا هي يبقى حق الناس اللي كانت عام الأول بالغة غير ما عندها بطاقات التعريف، والهيئة الوطنية للحالة المدنية عاقبتها تعدل الحملات وفرت فيهم البطاقات المئات الآلاف من المواطنين، وذوك المواطنين يحق لهم أن يوفر لهم المناخ الملائم لياك صوته. وفيه الناس اللي تعود كانت عاملة ولوان الإحصاء غائبة ورجعت الوطن وباقية تصوت، ويجب أن يوفر لها الحق إياك تسجل على اللائحة الانتخابية. هذا نوع من الناس اللي له حقوق ويلا توفر. فيه نوع آخر من الناس اللي سجل يا غير سجل في بلدات ذيك الساعة داعيت لها النعرية على بعض من المرشحين المحليين، وهو يقيم في بلدات أخرى من الوطن، ويقعد مقدش عن المشي ذي المرة، ويوفر له الحق، توفر له الفرصة إياك أنه يغير مكانك بتسجيله إياك يعود هذه المرة، بما أن الوطن كامل دائرة واحدة للانتخابات، يوفر له المناخ الملائم إياك يصوت من قريب. قد يقول البعض: ما فتنا عندنا عجالة على التسجيل، به اللي ما فتنا قاعد عرفنا المترشحين. هو التسجيل للوطن مجنة الشيء قبيل، هو نوع من رمزية للانتخابات الجاية. التسجيل للمواطن هو فر الحق في ساهم في تعيين الشخص اللي له يعود لمدة 5 سنوات هو المسير للوطن. وأبرز رئيس اللجنة أن التهيئة الظروف المواتية وتعبئة جميع الوسائل لصالح المترشحين للرئاسة وتمكينهم من تمرير رسائلهم الدعائية للناخبين بشكل مستقل وشفاف يعتبر أحد أولويات اللجنة، مبينا ضرورة مراعاة ملاحظات وتوصيات جميع الشركاء خاصة مع توفير جميع المعدات في جميع مكاتب المراجعة في كافة أنحاء الوطن، ذلك أن هذه المراجعة تستند إلى نتائج التعداد العام الانتخابي الذي يتميز بالصلابة والدقة والشفافية، معتمدا على جميع الشركاء خاصة الأحزاب السياسية والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والصحافة والمراقبين. يعقوب اللصوفي، الموريتانية. نظم المعهد الوطني للفنون أمس بالمتحف الوطني في نواكشوطة ورشة تكوينية من أجل تعزيز قدرات المخرجين في مجال الإخراج والدراماتورج. تهدف هذه الورشة التكوينية إلى تكوين المخرجين على كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الإخراج.
التقنيات الحديثة في مجال الإخراج والدراماتورج والمناهج المستجدة في آلية إنجاز العرض المسرحي من الفكرة إلى النص وصولا إلى العرض هي مواضيع الدورة التكوينية عالية المستوى ماستر كلاس المنظمة من قبل المعهد الوطني للفنون بالتعاون مع الرابطة الإفريقية للمعاهد العليا للمسرح. يسعدني أن أكون معكم اليوم للإشراف باسم معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان السيد أحمد ولسد أحمد لجة على افتتاح الدورة عالية المستوى ماستر كلاس التي ينظمها اليوم المعهد الوطني للفنون بالتعاون مع الرابطة الإفريقية للمعاهد العليا للمسرح. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار جهود وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان المتمثلة في تجسيد البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في شقه الثقافي المتنوع والذي يولي أهمية خاصة لتطوير المسرح باعتباره أبو الفنون. الورشة تدوم أعمالها 4 أيام بمشاركة عدد من المسرحيين الوطنيين المحترفين. ها نحن نلتقي اليوم في بادرة جديدة من التعاون الدولي بين المعهد الوطني للفنون والرابطة الإفريقية للمعاهد العليا للمسرح ضمن ورشة تعزيز القدرات الخاصة بالتجارب الطويلة في المجال المسرحي، وهي فرصة ثمينة للمشاركين في هذه الورشة لاستفادة من التقنيات المتقدمة في مجالي الإخراج والدراماتورج التي سيلتقونها على مدى 4 أيام على يد متخصصين دوليين في المجالات الآنفة الذكر، كما أنها فرصة ثمينة لمدى جسور التعاون الفني بين رواد هذا المجال مع الروابط والتكولات الدولية المشتغلة بنفس التخصص من أجل دفع بالفعل المسرح الموريتاني إلى مصاف الدول المتقدمة التي أصبحت تتخذ من المسرح سفيرا ثقافيا يعرف بها وينافع عنها في كل المحافل الدولية، إضافة إلى كونه فن الناس والإنسان أينما كان. الخبراء المشرفون على تأطير ورشة ماستر كلاس أكدوا أهميتها في ظل الدور المحوري الذي يحتله المسرح في الحياة العامة اليوم، محددين أهم المواضيع التي ستتناولها الورشة والتي من بينها وفق تعبيرهم العرض وإشكالياته، دراماتورجيا الممثل، الفضاء المسرحي، طابع وهوية العرض، النوع المسرحي، بناء المشهد وآلية عمل المخرج ومساره، إضافة إلى السينوغراف والموسيقى التصويرية والخشبة والجمهور. ومن شأن هذه الدورة المتخصصة تعزيز قدرات المشاركين في مختلف فنون المسرح الذي يعد أبا الفنون. تمت بالعاصمة نواكشوط النسخة 7 من مسابقته للقرآن الواتسابية بتوسيع الجوائز على الفائزين في هذه النسخة بطابعها المناصر للقضية الفلسطينية والمندد بالأحداث في قطاع غزة. وبهذه المناسبة أكد مدير التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي محمد لمين الشيخ نو الشيخ أحمد أن هذه المسابقة تعتبر نموذجا مميزا وناجحا في استخدام وسائط التواصل الاجتماعي فيما ينفع الناس من العلم، موضحا أهميتها في نشر ثقافة تعلم القرآن الكريم وعلومه على هذه الوسائل الحديثة. أما رئيس مسابقة أهل القرآن الواتسابية فقد أوضح أن عدد المشاركين في المسابقة منذ نشأتها وصل لأكثر من 1000 شخص، وهو دليل على نجاعة هذه التجربة الفريدة. تم خلال هذه النسخة تكريم 20 فائزا من أصل 200 مشاركة. مشاهدينا الكرام، نهاية النشرة، نذكر بالعناوين. رئيس الجمهورية يتسلم رسالة من رئيس السلطات الانتقالية بمالي ويستقبل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية وزراعة الفاو. بلادنا تخلد في نواكشوط اليوم الوطني للصناعة تحت شعار معا من أجل تسريع النهوض وتعزيز صناعتنا. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تطلق المراجعة الاستثنائية للائحة الانتخابية الممهدة لرئاسيات 2024. مشاهدينا الكرام، شكرا على كرم المتابعة، دمتم في أمان الله.